دخول يعني كابتن حسام بدري بيتكلم في دخول الفريق للشوط الثاني بشكل جيد عن الشوط الاولاني وحته التغييرات تاثيرها على سير اللقاء يا كابتن. بص الاول انا دلوقتي شفت الكوره يعني استقت منها وطلعت صوت دلوقتي بعد ما وليد سليمان سجل البينالتي. شوف لاعبين الزمالك جري على الكوره مش لسه استكمالا لكلام كابتن شريف جوزاني يعني هات كده بعد اذنك يا بيبو. هو نفس اللعيبه كابتن ربيع لا منتخب كابتن ربيع دلوقتي قلت هو نفس اللعيبه كابتن فاهم قصدي ازاي. بص خد بالك مين هو بص لاعب منتخب ده طارق حامد تخيل يعني بص وبيزق لاعبين نادي يعني الاهلي يعني مشكله يعني خالص. امال لو الماتش ده يا عم ده يعني على بطوله الدوري يعني الاهلي والزمالك يعني اخلاق يعني سلوكيه يعني احترام يعني ادب قدوه يعني للفرق الثانيه كابتن صحيح بارك قدوه للفرق الثانيه. بص يا محمد انا ليه منتظر بالنسبه للبدايه يعني احنا قلنا ان النادي الاهلي الخبرات الفنيه لها دور في الماتشات دي كبير جدا والنتاج الفني بتاع النادي الاهلي في الثلث الاخير متمثل في الرباعي الهجومي اللي بيزود مع راس الحربه الصريح بالك ده مهم جدا. انا من وجهه نظري التغييرات تبقى في وسط الملعب كانت افضل واحسن وكانت تبقى اخطر وايجابيه بشكل كبير جدا. يعني بمعنى ايه يا كابتن؟ بمعنى انت برضو ما حققتش المطلوب منك مع ان اسم محسن صلاح محسن نزل مع مروان بتلعب اتنين روس حرب واخد بالك فدي مهمه جدا. انت برضو كان ممكن تلجا لباكا سريع جدا ممكن واخد بالك من واديله بفتره بعيد واخد بالك ده مهم جدا كيبقى تغيير ايجابي اكتر من وجهه نظري انا لانك انت كنت محتاج الكثافه الهجوميه محتاج الكوره العرضيه اللي ممكن انت مشكلتك الشوط الثاني انها وصلت كتير جدا لكن النادي الاهلي كان عنده ميزات رائعه بيطور شغله بيطور هجومه بيطور اهدافه من التلت للتلت وبيروح عن طريق التعاون. التعاون النهارده جه متاخر شويه التعاون بتاع النادي الاهلي اللي كنا بنشوفه خد بالك احنا قلنا برضو الانسجام والتفاهم والزيادات العدديه كان في زيادات بس في فرديه شويه. الجمعيه النهارده كانت بعيده مش جمعيه النادي الاهلي اللي معروفه المعتاد عليها اللي معروفه يا محمد. النهارده انت جالك فاولات كتيره جدا وجالك حوالي 10 كره ما استغلناش برضو يحسب ان احنا ما استغلناش كام تصويبه. التصويب النهارده برضو في الزحمه كان بيبقى عندك سرعه التصرف دايما في تيم النادي الاهلي هي اللي بتميزه عن باقي الفرق. سرعه التصرف يعني تصرف صلاح محسن تصرف مروان تصرف احمد فتحي تصرف وليد تصرف اجاهي هات لي كره صلاح محسن كده كابتن ربيع بيتكلم طبعا دي مهمه جدا ده هدف يعني واحد اولا لوحده خد بالك هو واخد زاويه الزاويه دي تخليني انا افكر بموهبتي ومهارتي احط الجول ازاي مش اشوطها وخلاص. هو شاطها بالداخلي الداخلي ده وداها في نفس الزاويه اللي فيها جنش ما تروحش لا ده بالخارجي بعيد لان هو قافل لك الزاويه هو وداها في نفس الزاويه ده هدف 100% المفروض ده يبقى عليه حساب لان ما ينفعش. احنا طبعا بنشكر هدف للبايرن امبارح كان بنفس الاسلوب كده هدف البايرن كان برده بنفس الزاويه كده نفس المنطقه وش 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 الرجل لو كانت طبعا يا محمد يعني قيمه اللعيب في بص يعني هو بص كده جول وش رجله نفس وش رجله خلي بالك نفس الزاويه او من فوق بعيد لوب في البعيد خد بالك احنا 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 الحمد لله ان مفيش مشاكل عندنا احنا بنتكلم عادي هو ما عندناش مشكله ان صلاح محسن يضيع عادي يعني الامور في سير مباراه هو لعيب صغير ولسه قدامه خد بالك يا محمد يعني. وبنقول ان الاهلي النهارده ضيع 45 دقيقه ما كانتش هو ده النادي الاهلي مفيش فوقان في بطء في تاخير واخد بالك في 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 بعد في اخطاء. النهارده اول مره خلال مشوار الدوري وبطوله الدوري يبقى في اخطاء من النادي الاهلي تكلفه بهدفين في 20 دقيقه ما حصلتش خد بالك ده كله كان موجود. الاداء الشوط الاول هو اللي فرق ال 20 دقيقه فرقت في هدفين الاهلي عمال ما رجع. والنهارده من وجهه نظرنا الشوط الثاني كله للنادي الاهلي الزمالك راح مره كم مره بكورنر كم مره بكوره بتاع غير سونجو اللي جات له الخبرات في كوره زي دي كابتن يوقف الكوره وممكن يشوط تمام اللي ده برضه صلاح محسن تقريبا كان صلاح واخد بالك لا ما ينفعش دي هدفين عنده الفرصه انه يوقفها هدفين يا محمد انت خلي بالك انت ليه كنت بتروح وتخلص وتكسب سرعه التصرف دي مهمه جدا في الثلث الامام فالشوط الثاني من وجهه نظري انا الفنيه ان الاهلي رائع عملوا اللي عليهم فعلا شكرا لحسام البدري شكرا للعيبه حاولنا واحنا خلي بالك زي ما برضو لازم نقبل التوفيق التوفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى ثم الاسباب فاللعيبه عملوا عليهم الحمد لله ابطال دوري عن جداره عن استحقاق عن جهد عن كفاح عن التزام عن تركيز. النهارده 45 دقيقه سيئه بعيد كل البعد عن اداء النادي الاهلي لكن برضو بنكرر نقول مبروك نادي الزمالك هارد لك مكملين في اسباب يا كابتن عادل يعني اسباب الهزيمه والظهور بالشكل اللي في الشوط الاولاني اللي احنا شفناه لكن هنتكلم ان في
التغييرات بالنسبه لكابتن حسام بدري كانت اضطراريه، يعني تغيير سعد سمير ونزول محمد نجيب كان ممكن يستفاد منه في حاله وجود طبعا سعد في الجزء الهجومي. اسلام محارب